لعبة فوزي موزي وتوتي الجديدة. تعالوا ساعدوا فوزي موزي على السكيت بورد. دوروا عتوتي من الشباك. جمعوا لتيتة فوزية كل اللي راض. العبوا بكمان ألعاب مع الشخصيات اللي بتحبوها. حملوا اللعبة الجديدة للأندرويد والآيفون ببلاش. ايه شو عم تعمل؟ عم الحرامي من عند مش عمي عم بشد اشي تقيل اساعدك؟ تقيل بس ايش هو هذا اللي عم تشده؟ اشي مهم؟ مهم وتقيل. مهم يعني ايه غسالة؟ لا تقيل. اهم؟ اهم الغسالة؟ براد؟ لا اهم ثلاجة يعني؟ اهم. ايه معناها بقرة؟ اهم فيل؟ اهم كنز؟ اهم خزني ملياني مصاري؟ اهم خدشك معي خد يلا جد اهم الخزني ملياني مصاري؟ اهم يلا جد 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 يلا جد اهم يا مسافر وحدك بررم بررم قلتيلا رم يا مسافر وحدك وتركني تركني ولا شو يا مسافر وحدك وشايفني مين شايفني ها مين هذي يعني هلا 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 يا خيتم عندك مش اختي يعني مرحبا هلا بدي اوصل على مزرعه الدجاج مزرعه الدجاج حلو ايه شو اسمك انت خيتم مع انه مش اختي صفيناز صفيناز شو بدلعوكي عبد الباسط حلو لابق لابق صفيناز اسمعي خيتم عشان توصلي لمزرعه الدجاج اوكي بتمشي دغري دغري حلو بتاخدي يمين اليمين في عندك ارض مع رمل وكركار مش تدعسي طيب. عليه اوكي طيب بعدين بعدين بتطلعي طلعه اوكي وبتنزلي نزلي طيب وبس تنزلي نزلي تشوفي غامي سوداء لا مش اوكي وازرق بتشوفي هناك كمان غاد بصير اوكي المهم بتكملي دغري طيب بتشوفي شبر مي مش تغرقي فيه انت عبد الباسط انت فاهمين ولا مش بالضبط فهمتي شوي معقد بس لانه شوي بعدين بتكملي دغري اوكي وهناك على اليمين في شريرين بتكملي دغري اوكي انتبه يعني طيب فهمتي وبالاخر بتوصلي مزرعه الدجاج فهمتي كيف لا فهمي كيف يعني انت عبد الباسط لا ما فهمتش بتعرفي شو عندي حل احسن من هيك تعالي معي الحقي علي علي لورا علي تعالي تعال عبد الباسط تعالي الحي 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 تعالي وراي تعالي تعالي يا صفيناز تعالي 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 الشمال وين شمال استنى شوي شمال شمال صفيناز يمين يا قصدي يمين 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 تعال 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 وراي 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 تعال تعال صفيناز شوي 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 قول شمال بعدين يمين قصدي شمال قصدي دغري دغري تعالي تعالي تعال صفيناز وراي مزرعة الدجاج بسرعة لسه مش غامي سوداء اي غامي وين وين الغيم السوداء؟ وين وين؟ تعال 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 شمال شمال هون امشي 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 تعال صفيناز تعال تعالي كملي كملي تعالي صفيناز تعالي تعالي صفيناز هب 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 يا وصلنا
هون مزرعة الدجاج. اه وصلنا، شكرا شكرا كثير خير. شكرا على ثلاثة في ناس. انت علي، باي، على السلامة. يا مسافر وحدك وشايفني ما تعبت، يا مسافر وحدك ما تعبت تعبت، يا مسافر وحدك وشايفني لا تبعد عني. مرحبا. هلا هلا يا عمي، مع انه انت مش عمي. شو اسمك؟ انا ابو السايح. ابو مين بلا زغرة؟ ابو السايح. ابو السايح، هلا ابو السايح. قل لي. قل لك كيف بقدر اثر على القدس؟ على القدس؟ على القدس. انا بساعدك. انت لسه بحيفا؟ بعرف. ايه، تطلع من هون حيفا. ايوه. تاخذ على اليمين على عكا. حلو حلو. إيه، بس تنزل من عكا تاخذ على الشمال على طبريه. ومن طيب. طبريه بتطلع تلوع للناصري. الناصري. حلو كثير. ومن الناصري بتضل لك نازل على جنين. جنين حلو كثير، مشتريات حلوه هناك. رخيصه. شو رخيصه؟ جنين ببلاش. شكرا. كل شيء ببلاش. بعدين 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 بتضل لك نازل على نابلس. ومن نابلس تطلع على يافا. يا سلام، بتسبح ببحرها، بحرها كثير حلو ليافا. حلو حلو. وبعدين بتروح على الرملة. حلو. ومن الرملة بتكمل على اللد. ومن اللد تروح على رام الله. تروح على رام الله بترتاح هناك، فيها فنادق حلوة. ومن رام الله بتضلك ماشي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين، طلوع نزول طلوع نزول على بيت لحم. بيت لحم. ايوه. من بيت لحم تنزل على الخليل تعمل استراحة. تشتري ايش بدك من الخليل. كل شيء عندنا هناك. اكل طيب. كل شيء كل شيء كل شيء. حلو. ومن الخليل. ايوه. تروح تستجم بأريحة. حلو. ومن أريحة بتطلع على القدس. طوالي توصل على القدس. حلو. بس هاي طريقة صعبة كتير، كيف بدي أصل لغادي؟ يعني أنا مش عارف، يعني قديه ماخذ وقت؟ يعني بين 15-18 ساعة. وين؟ 15-16 ساعة يا زلمي؟ ما فيش طريقة، ما فيش عندك طريقة أسهل يعني اللي أنا أقدر أنا أساعدك؟ خليني أفكر. فكر. الحقني. ايش وراي؟ الحق بالسيارة. تعال يلا يلا. تعال يلا. امشي وراي. تعال تعال. الحق الحق ابو سايح، الحق. اخ يما، اخ طحنت العقل في الشغيره. ابيه ابيه بتنقف نقف. شو هذا؟ ايه نبوذيه، نبوذيه. تيتا مالك عم تبكي؟ تيتا تيتا فوزية. مالك يا فوزي؟ فوزي مالك حبيبتي تيتا، انت غالي على قلبي. مالك تعودتي؟ مالك رجعني تعودي على الزلق. شو يعني تي 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 تي؟ تعودتي العقل. مالك توجعني كثير كثير كثير. غرقك غرقك. بس شو يعني غرقك؟ يعني بتنقف نقف، بتنقف نقف. ايش ايش اللي بنقف نقف تيتا؟ ايش؟ طحنت العقل. انت عندك عقل؟ طبعا عندي عقل. لكن تيتا بدك اساعدك. بدك تساعدني يا فوزي موزي؟ كيف بدك تساعدني؟ طب استني شوي تيتا. تيتا خذي هورتي باذنجاني، بروح الوجع. باذنجاني؟ شو بدك تساعدني الباذنجاني؟ تخفف الوجع. باذنجاني تخفف وجع. اوف اوف. يا نجاي. يا عليكي يا خدي تومي. تيتا خدي تومي. كل تومي تومي تومي. يا خدي. ايه ما اقدرش لريحته، ما اقدرش ما اقدرش للريحه. خليها معك. يا ابو تيتا فوزية. عندي فكرة حلوة. اسمعي تيتا. فكرة؟ شو هي الفكرة؟ بتروحي عند دكتور اسنان. الدكتور اسنان؟ وبصلح لك اسنان. هذا الدكتور بوجع بوجع كثير كثير كثير. بخضرش للوجع، بخضرش. لا بوجعش، بحط لك بنج ببطل يوجع. بوجع كثير، بوجع لي جيبتي، بوجعها. اوف. يعني ما بديش تدفعي له مصاري؟ لا ول، كل شيء بمصاري، كل شيء بمصاري، كل شيء بمصاري. شو هذا يا معيش معيش؟ شو السيري؟ اوف. خليني افكر. فكر. اخ يما يا فوزية. علي علي. اخ يما فوزية. نعم.
خدي الاجي تبعتي. الاجي تبعتك فيها مصاري استعمليه لدكتور اسنان. اكيد يا فوزي موزي. طبعا علي. سلم ايديك يا حبيبي. هات هات دولي هاي الاحفاد يا بلاش. الله يطعم كل مشتاق هيك حفيد. اخ حبايبي بعده سنك بيوجعك كثير. اخ يما عم بيزيد. يلا بسرعه روحي بالاذن. باي باي. أبي كيف سعدتها؟ يلا بس ما يوجعهاش. أخ أبي أبي وجع أسناني. أبي طحوني موتتني. يا هون أخ يما أبو حبي أبو طحوني. وكيف بدي أعرف أنا؟ أخ يما شكله أبو حبي بمصاري. الحب اليوم بتسوى كتير. والطحوني ما هي خرباني. بده ياخدها ويقلعها. لعلي تقلعها. أنا عارفة. يلا أبو طحوني. ها عالعافية دكتور أبو طحوني. أخي دكتور. شو صيري مالك أبو طحوني؟ الله يرضى عليك. طمنينا. طحونتي العقل موتتني. صلي اسبوع بنمشي الليل. خلص تخافيش هسه بنحلل لك اياها. طول يهمك. بدك تقلعها؟ بنقلعها. يا ويلي عليك يا فوزيه. قديش بكلف؟ بكلف هالقد وهالقد. وي شو السيره كثير غالي. ما هي ابره البنج بتكلف هالقد. ولو بتعرف شو بدور على دكتور ثاني. لا يا عم روقي استني شوي. بتعرفي شو؟ خلص ابره البنج علينا. يعني قصدك ببلاش؟ ببلاش. متأكد؟ يا بيي أكيد. يلا لكان بلشني. يلا طيب وجهك علي. هيك. حلو. ماشي. خلص ثلاث اربع دقايق قبل ما يمسك البنج. استنيني برا. استنى برا. قبل ما احضر عده القلع. ماشي دكتور زي ما قلت لي ببلاش. ببلاش ببلاش. يلا ببلاش. يلا سلم هالايدين. ولا يهمك ولا يهمك. خلف عليك. ابي ابو حبي. شلبي البنج وعملنا ببلاش. بلكي قلعاني السن كمان عنده أرخص. شو وراي بفحص أسعار. شلبي لحظة. على العافية دكتور أبو حبي. أهلين فيك. هلا ميت أهلين. شو جاي؟ اسمع لأقول لك طحونة العقل موتتني. ايه ولا يهمك. احنا اي انا يا مقالع طوحين عقل وطوحين هوا وطوخين طوحين مخ. لا يعوزنا. بس طحونة العقل هاي بدي اقلعها. ولك حتى طحونة القهوة قلعتها. شلبي هتكرم عينك. هذا شو؟ لا لحظة قديش بكلف؟ دي بكلف يعني زي العادي. مش رح اخد اغلى ولا ارخص. هل قد ولا قد؟ وي شو السيرة كتير غالي. معيش ابو حبي. معيش يا اختي. اسمك بلا زغرة. تيتا فوزية. اذا ابرة البنج لحالها بتكلف هالقد. طيب بدي اطلب منك شغلة يعني. واذا تنازلنا عنها ابرة البنج؟ مستحيل بينفعش. عم بقول لك انا. واذا انا بقول لك انه انا بقدر؟ تيتا فوزية. صدقيني بتقدريش. تعرفي شو؟ شو؟ اذا انت تقدري بدون بنج وطحونة العقل والله لأعمل لك إياها ببلاش. ببلاش؟ متأكد؟ مش معقولة إنه. يلا اقلع لأقول لك. بس بتقلع اللي بدي إياها. إيش بدك بقلع لك بس بدون بنج؟ بدون بنج عم بقول لك. أنت شو بدك أركل علي؟ يا فوزية يلا لأقول لك. يا الله اتكلنا. يلا. ايوه
شو معقول؟ معقول معقول انا مش عارف اقول لك انا واحد هذا يلا هذا اخر واحد ها خلاص مش معقول خلاص العكين كلهن سلم على ايديه دكتور وايدك خفيفه ما حشرش بالمره شكرا دكتور ابو حبي يعطيك العافيه ها باذن حبايبي سلمي سلمي ولا اخ ولا اخ ولا ايخ سلم على ايديه دكتور ها حبايبي المهم البنات والله اني اشتقت لك يا فوز عاد كبران ومحلو كبران ومحلو فوز وانا كمان يا ما اشتقت لك والله احنا اشتقنا لك يا كريم وانا اكثر يا فوزي حبيبتي عازة جارتي الهنيه انت حبيبتي ده يلا طولنا وانت دورنا ما لحقناش نوصل عند اخصائي التغذيه اصبر اليوم بده يزيني الصراحة نازلة لا طبعا باين عليك ما شاء الله نازلة كثير ام كريم ايه زمان مدي وين هالغيبي والله صراحة كنت بكندا عند احفادي يا ويلي ما احلاهن احفادي شو كنت مكيفة عندهن اشي كثير 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 حلو كان مشوار من العمر ليش لا الله يطعمك كل خطرة بسلامة شكرا شكرا اشتقتي لي كثير الله يطعم كل مشتهية هيك مشوار فوزية لولي شو عم تاكلي تنك عم تعمل انت دايت ايش عم تاكلي باكل شيء كل النهار مسكرت امي ولا اجي باكل عشان هيك ضعفاني انت اكيد مش نازلة ولا كيلو الا انا طبعا نازلة 12 كيلو جرام نازلة 12 كيلو جرام كنت عايشة على شوف يا على فكرة هي بتاكلش كل النهار ولا شيء صح صح دايما دايما بعد الغداء والعشاء والفطور حبة بقلاوة وحبة كنافة حبة بقلاوة وحبة كنافة ما هي حبة البقلاوة قد ستر كنافة 4500 كالوري انت لازم كل شيء تحكوا اسرار البيت بس انت فوزية صح وانت فوزية كمان بتاكلش ولا اشي بتضل مسكرة امها بعد ما هي طرقت طنجرة الورق دوالي وكوسة طنجرة ورق دوالي قلتي لي ان هدول احفادي ببالغوا ببالغوا طبعا يوم طبعا هن. طبعا ببالغوا الحق عليهم الحق عليهم لا مش طنجرة مش طنجرة دوالي هي بس بتحط قلب رغيف ورق دوالي بتحط هيك بتاكلهم هاي كانت قلبنا بلشت عند هذا الاخصائي تبع التغذية ولك يا توتي بتحط الورق دوالي بقلب خبز بتاكلها اوهو منيح منيح خليك كل انت ورق دوالي رقم 100 انا اللي 100 عم بقول لك عز عليك طلع منيح انا اللي 100 يا فوزي انا اللي 100 انا الرقم عز عليك طلع منيح بدك تشوفي انا 100 دكتور يا دكتور مين 100 اللي فينا انا 100 طلع منيح روق يا جماعه ايه الاثنين 100 متاسف انا على الخطا الظاهر انه السكرتيره اعطتكم رقم خطا اعطيني 100 لانه رقم لك اعطيني رقم دكتور ايش؟ ابو ضعوف دكتور ابو ضعوف شواربه زي الملفوف اهلا وسهلا اهلي انا قديش شفت اخصائية تغذية بس مثلك ما شفتش احسن واحد شكرا كثير يا ابو ضعوف بتمنى انه انتم ماشيين على البرنامج اللي انا كتبت لكم طبعا طبعا دكتور انا كنت صراحة بكندا مشيت على البرومينيت هناك كل يوم 4 كيلومتر كنت امشي على البرومينيت رايحه جاي رايحه جاي انا ضيعت كثير كثير كالوريز بهاي الفتره اوكي اوكي رح نفحص بعدين النتائج شلبي انا البرنامج كنت احطه وامشي عليه بالضبط تمشي على البرنامج صراحه دكتور زي ما قلت لي انا مشيت حسب البرنامج اللي اعطيتني اياه بس هي التيتا فوزية مشيت على البرنامج برافو 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 احنا انا رح افحص الميزان هو بقرر صح ايوه ما هذا اللي انا بقوله بالضبط بقرر مصيرنا تنتهي تفضلي ام كريم ام كريم ام كريم حسب البيانات اللي عندي طبعا انه انت كان وزنك اوكي تفضلي اشوف لو سمحتي انا بالاول تفضلي يلا ام كريم طلعيش مش شايفه جاهز يا دكتور انا جاهز اطلع ايوه ايوه اشوف إيه حسب ال واو 5 كيلو واو 5 كيلو نازلة يا فوزية عزة كثير 5 كيلو منيح بجمعة واحدة كثير منيح انا بفكر كل الاحترام يمكن كل الاحترام شكرا كثير دكتور كل الاحترام هذا بفضلك يلا تفضلي خذي هاي طبعة
هاي انك احسنتي لزقيها عندك هناك طبعا ايوه ايه فايتبت النجاح هلا عقبالك يا فوزيه قوم اشوف قوم تيتا تيتا فوزيه كنت هالقد وهالقد تفضل نشوف ايش الوزن دكتور ابو ضعوف قصدي اخصائي التغذيه ابو ضعوف ابو ضعوف هي هاي قدامها يعني بنخليها تطلع على اشياء اكيد اكيد تفضل يلا قومي يا فوزي قوي قلبك ما تخافيش قوي قلبك يلا قومي انا معك يلا يلا اطلع انا لازم تطلعي زي ما طلعت على البرنامج اطلعي بس ما مشيت عليه يلا يلا اطلع اطلعي قوي قلبك ايه ام كريم لو سمحتي هديك الناحة اوكي اطلع طبعا طبعا هي انا مكتوب الوزن قبل لا لا بالاجرتين تنتين شوفني يا دكتور شوفني لحظة عملت نازلي نازلي 500 جرام 500 سامع يا ام كريم عليك 500 اقل من 5 كيلو تفضل كيف انزلت 500 تفضل تفضل اشرح لي يا دكتور 500 جرام اشرح لي 500 جرام اقل من 5 كيلو انت 5 انا 500 انا 5 كيلو عز عليكي اقل ولا 500 500 جرام انت نازل مش 5 كيلو يعني اكثر من ال 5 شايف يا دكتور قلت لك بضل اشرح لي اشرح لي دكتور ابو ضعوف اشرح له تيتا فوزية خلال 10 ايام بس 500 جرام يعني ال 500 جرام هني عباره عن نص كيلو نص كيلو طبعا هذا عم بقول لك اياه ام كريم نازلي 5 كيلو يعني 10 اضعافي الظاهر انك انت مش عم تمشي منيح على البرنامج اللي اعطيتك اياه ما انا قلت لك عم تمشي على البرنامج مش حاسب البرنامج انت فوزي انت لازم تعملي اكثر رياضه الاكل راح اعمل لك برنامج جديد طبعا انا راح اعطيك اكل معينه اللي فيها غذاء وفيها تخسيس شو هاي الاكل اللي فيها كمان غذاء وتخسيس تبولي تبولي خلص من اليوم تبولي بعطيكو كمان 10 ايام إيه ام كريم تقدري ما تجيش الصراحه انا خايف انه اختفي يعني اذا انت هيك ماشي ضلك تقدر ما تجيش اما تيتا فوزية مجبوره تيجي بعد 10 ايام خلص خلص باجي باجي 10 ايام مجبوره تيتا فوزية مجبوره تيجي شكرا لكم والى اللقاء 101 مالك كده زعلان مالك مالك كده بابايا ده اخصائي التغذيه شو ماله ماله بس نازلي 500 جرام ممتاز ممتاز ام كريم 5 كيلو يعني انا نص كيلو تيتا تيتا خلص تيتا تبكيش انا وفوت موز رح نساعدك نساعدك علي ساعدوني قال لي لازم اعمل رياضه ولازم اكل تبولي حلو انتوا اعملوا لي تبولي لا بتعرفي شو تيتا؟ انت اعملي رياضه واحنا بنسوي لك تبولي خلص شلبي شلبي يلا شلبي يلا قومي على التبولي انا بلش اعمل رياضه قومي على التبولي قومي بس انا بفوتش قبل ما نعمل يعني على قناه الرياضه اهلا وسهلا فيكم في برنامج الرياضه للصباح مع المدرب صباح اهلين مستعدين؟ انا مستعده يلا تعالي كيتي يلا فوزي من حضر تبولي بس احنا شو خصنا شو يعني شو خصنا فوزي موزي ما هي تيتا تيتتنا بدها تضعف بالوزن فوزي موزي لازم تاكل اكل صحي بس احنا شو خصنا شو يعني شو خصنا لازم نساعد تيتا فوزي نحضر تبولي بس انا بعرفش احضر تبولي طيب فكر فوزي موزي فكر انا افكر انا عندي عقل لك هل عندك موز يعني انا بفكر ها ها انا بضرب تليفون لام كريم الو ام كريم اي فوزي تعالي بسرعه مش عارفين نحضر تبولي انا والتوتي يلا للقاء يا جاي جاي على الطريق تاخرت طيب ايدين لفوق تنتين ايدين لفوق واحد ايوه تنين ثلاثة ايدين على الوسع على الوسع على الاخر ايوه ايدين لقدام ايدين لقدام واحد اثنين ثلاثة أربعة تأخرت شو السينما مرحبا هلا يا كريم عيد ورا ام كريم ست ستات واجمل الحريم
ما عزم أحلاك بوسة 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 جاهزين نعمل تبولي لتيتا فوزية أما لحد لا تبولي اليوم لتاكل أصابيعها العشرة من وراها هنا جاهزين؟ جاهزين طيب أوكي وين تنجرة؟ تنجرة تنجرة غطى التنجرة بنبلش يا فوزي وتوتي أول إشي بال بقدونس فندود بقدونسات شوي شوي وقتوا على الارض شوي 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 امكانيين انت ليش دائما بتحبيها لتيتا فوزية كثير بتحبي تساعديها فوزية زي اخت التيتا فوزية عن جد التيتا فوزية هاي جارت الهنية لنا حوالي 50 سنة جارات يلا هاتي هاتي حزتي ايشها ايشها نعنع 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 ايش حطينا هناك بقدونس نعنع نعنع 14 مرات بعدين ننقل للاجرين الاجرين نرفع اجر واحدة واحد اثنين ثلاثة اربعة بعدين بننزل اجر بنرفع اجر الثاني على القليلة 10 مرات يلا نقول يلا مع بعض واحد هاي انت اذكياء يما مسكاهن شو اذكياء احفادها للتيتا فوزية اوكي اسا بنحط البرغل لحظة ايه من الحمضات حط البرغل حطين كل يدي برغل 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 ايوه برغل اسا هرجيني قلتك يا فوزي اعصر الحامضة هناك اعصر حامض حرك حرك يا حامض صافر فوزي موزي خلاص شاطر حركوا التبولات حركيها هني 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 كمان 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 عشان الكل يتخلط مع بعضه ايون طبعا هاي التيتا فوزي هاي جارة الهنية ايوه ايوه لفوق لفوق ايوه واحد اثنين ثلاثة أربعة نجي لقدام حط شوية زيت تخافش تخافش حط حط ايدي حط ايدي زكي زكي يلا حط دقولي يا تأس كمان آخر مرة نشوف حط خمش 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 شو توتي زكي زكيات يمكن على ما أظن كمان شوية صغيرة زيت مش راح يضر كمان شوية كمان شوية زيت يلا كمان شوية زيت عزيزي بتشاهي مش عارف شو مالي هاي هاي مش حي الله جارة الهنية خلطيني ميه 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 توتي أيوة زكي مشاهي دوق فوزي موزي مشاهي زاكي مشاهي تفوش تفوش كله كله منيحة زاكي دو زاكي دو هيك من هي حلقة وبعد كل هاي التمارين قدر تقلي وجبة خفيفة أيوة ممكن تكون تبولي تبولي إلى اللقاء أنا ميت الجوع إلى اللقاء يا شمع التبولي يا فوزي موزي وتوتي مش غادر معدتي بلشت تتصاصي فوزي موزي توتي شفتي وين التبولي خورت من الجوع مش غادر وقف بدو نعمل ايه ده ايه ده فوزي ام كريم كريم ايه ده دوق التبولي اللي عملت لك اياها تينا تاكل اصابعك وراها يما مسكاهن يما مسكاهن انت اللي عملتيها طبعا بس فوزي موزي وتوتي ساعدوني فيها الصراحه احنا ساعدناها لان كريم وزدنا عليها حامض ونعنع وهي وهي التبوله طيب النعنع وهي التبوله دوقي 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 شو مسكاه تسلمي انا عشان احط عليها حامض لازم كنت ادوقها شوي صغيره فدوقتها شوي صغيره وبعدين فوزي موزي محسوسه بس غنتوته يعني انت بتتكليش على جارتك ام كريم ساعدت تقديم التقسيم البقدونس والبرغل والبصل اما شو بشو الحمضات بجنن وبجنن التبولات دقيهن دقيهن انت تمتع سلم ايديك يا ام كريم اصيلي من يوم يومك يساعدك. يخلف عليكم حبايبي فوزي موزي وتوتي مين اكل التبولات مش طالع التبولي ليش مش داري قلت لك جوعاني مت نعمل رياضه عز عليكو تيتا فوزيه يا جارة الهنيه انا لازم افكر بخطه كيف اتخلص من فوزي ما زوجتي عشان على عسل الملكه على 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 توتي 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 احنا لوين رايحين خيتا لوين رايحين يعني رايحين عند الملك الروماني ومين هاي الملك الروماني لك شو يعني مين هاي الملك الروماني فوزي موزي بدنا نروح عند الملك الروماني مستعجلين يلا بس احنا شو خصنا خيتا
لك كيف يعني شو خصنا يعني؟ ما انت بدك تصير نائب الملكي وانا احصل على الجائزة الكبرى. بس احنا شو خصنا؟ تعال فوزي موزي فيش عنا وقت. تعال فوزي موزي شو خصنا؟ شو خصنا؟ بس احنا شو خصنا؟ لا 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 يا البطيخة صاحبتنا. مرحبا يا البطيخة. أنا وفوزي موزي مستعجلين من نروح عند الملك الرماني عشان أنا اللي بوصل بالأول أنا بصير نائب الملكي. لا أنا بحصل على الجائزة الكبرى. أبي في عندي محل مع ملال ألعاب. بشو نسوي الألعاب يعني؟ تيجوا معي. بس بطيخة أنا وفوزي موزي كتير مستعجلين بدنا نمشي. بطيخة ملال ألعاب ايه ايه بطيخة. بس ايه بطيخة انت ليش هيك منيحة معانا؟ انا؟ لانه بحبك. اسلف صفخك يا بس بطيخة. انا وفوزي موزي مستعجلين بدنا نروح. لا محل من الالعاب ملان نلعب ايش عمتكم؟ طيب يلا خذينا. يلا خذينا. يلا خذينا. يلا يلا خذينا. حنجاب بطيخة ما احسنك كيف دايما بتسلينا. بطيخة بس انت ليش هيك منيحة معانا؟ انا؟ لانه بحبك. طيب يلا فوتينا. يلا فوتوا. بطيخة بس هو حتمي وانا فوز موزي بنخاف من الحتمي. حتمي مش مشكلة. حتمي ما احسنك بطيخة. واو بطيخة شكرا. باي بطيخة الى اللقاء. باي باي باي. ياي محل العاب. فوزي موزي عتمي هون مش شايفك. فوزي موزي وينك؟ انا حياتي عارف انا ويني. انت وينك؟ انا ياني هون وراك. مش سامعك تودي وينك؟ ياني فوزي موزي ياني هون وراك. ياني خفت عليكي صار لي ساعة ادور عليكي خيتا. وين ياني هون وراك؟ وين يعني؟ نخوف هذا المحل. امشي امشي نطلع امشي نطلع. يلا يا انت تعال امشي 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 امشي. فوزي موزي بطيخة بطيخة افتحي لنا. بطيخة انا ملكة. انا استحيلني على الارين بالمخزن. انا بقدر انام. انا ملكة. انا تعال تعال نفوت. تعال فوزي موزي ايش كنت البطيخة ضيعت المفتاح مش عارفة تفتح لنا. اكيد ضيعت المفتاح. تعال تعال فوزي موزي بخاف. انا بخاف. لك وين رايح فوزي موزي بخاف؟ خافيش علي علي فوزي موزي علي. بخاف وين رايح؟ تعالي خيدة فيش اشي بيخوف. خليك فوزي موزي بخاف. شو هاي؟ يما شو هاي لو؟ توتي؟ بطيخة قالتنا انه هاي محل العاب لا؟ ولا العاب ولا اشي فوزي موزي. هذا شكله هنا كله رابط. يا 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 لا لا في لعبة لقيت لعبة لقيت لقيت لقيت. يا لقيت لقيت لقيت. شو هاي؟ مش لعبة هاي فوزي. هاي لمبة سيارة. خايفة فوزي موزي. ايه فوزي موزي لقيت اشي حلو. ايه عزل. شو فيه حلو هذا؟ مش لعبي هذا. عرفني اذا نعرف فيه. توتي لقيت لعبي. لقيت 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 شو لقيت 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 شو بعرفني؟ فوزي موزي أنا خايفة. تعال نطلع. فوزي موزي أنا بدي أروح. هاي كلها غرفة رابش ولا ألعاب ولا بطيخ ولا لعبة. فش ولا لعبة هون. شو هاد؟ إيه قول فوزي موزي. شو في خيطة؟ لقيت إشي. شو هاد؟ مش عارفة فوزي موزي بس شكله شي كتير مميز. هذا فانوس. فانوس؟ آه فانوس. بس فوزي موزي هذا كتير قديم الفانوس. قديم وعليه ملان غبرة. نطفي الغبرة عليه. نطفي نطفي. امسك فوزي موزي. هات هات هات. طب يا إسا بنطفه. استنى استنى شوي. شبيك لبيك امي بتسلم عليك. مين انت؟ مين انت؟ توتي صرفنت. توتي امي. توتي امي صرفنتي. عيشي عيشي. مين انت؟ مين انت؟ انا المارد نونو. انت المارد شو؟ نونو. انت كل هذا المارد ونونو. كيف لو تشوف اخوي سوسو قد عمرتين. بديش اشوف سوسو بدي اشوف نونو. وين اختي؟ رجع لي اياها. صرفنت. توتي فيه. توتي انا خادم هذا الفانوس. كل واحد بفرك الفانوس بطلع وبقدم له ثلاث طلبات. بس ثلاث طلبات. ثلاث طلبات؟ ايش ما بدك في العالم.
ايش ما بدنا؟ ايش ما بدك؟ ايش ما بدك؟ بي 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 بي. مارد نونو مع انه انت مش نونو يعني انت عوو. مارد نونو بدي ترجع لي اختي اللي صارت طلبت منك بيها بدي اياها تعيش تعيش. هذا اول طلب. وين؟ دودي انا فوزي فوزي دودي بطلت مصرفني دودي فوزي فانوس مارد مارد فانوس دودي هذا دودي دودي خيته هذا المارد نونو اللي طلع من الفانوس الصغير هذا انا نونو اخو الاسوس انا خادم هذا الفانوس ايش بدكم اطلبوا انا بنفذ ضل في عندكم طلبين ايش ما بدنا ايش ما بدنا ايش ما بدكم قوليلو 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 المارد نونو نعم ايه عبالنا نقريش اها نقريش بابا هاي نقريش تفضلوا تفضلوا خذ هذا لكم صرتوا طالبين طلبين بعد لكم طلب واحد بس واحد فكر مش عندي وين انا عند عائل مارد نونو نعم الباب مش عم بفتح معنا مش قادرين نفتح ونطلع برا خليه يفتح ونطلع من هاي الغرفة يعني بدكم اطلعوا كلها برا هاي قهوة شغلي ثلاث طلبات بام المارش قال انا المارد نونو اجيب نقارش لا 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 يا بطيخة صعبتنا شو؟ شو بسوى؟ بطيخة شو؟ مش لقيت انت كنت منيحة معنا؟ وبعتينا على غرفة الألعاب صح؟ فتنا عليها ولقينا فانوس فركنا الفانوس طلع منه مارد والمارد نجانا وانقذ حياتنا وطلعنا من هاي الغرفة الخطيرة مارد نجاكم؟ طلعكم؟ بس بطيخة وبحكي تروحي على هاي الغرفة حسن ما تلحقي بطيخة قدر ذلك بس أنا وفوز موزي مستعجلين بدنا نروح عند الملك الرماني عشان اللي بوصل الأول أنا بصير نائب الملك وأنا بحصل على الجائزة الكبرى يا مارد مارد حلو حلو يلا هات يلا هات كمان واحدة حما شو سويت؟ خسرت ايش انت تفوزية حما شو عملت؟ لا حما شو عملت؟ شو بدنا نعمل اسا؟ تعال نهرب اي مين اللي كسر لنا البيت؟ شو السيرة ليش بتعملوا هيك؟ مش احنا اين بلا انتو التنين اللي كان هاي الطابة لمين؟ هاي لفوزي موزي انت قعدوا ليش تحكوا وترغوا كتير؟ انا عارف انه انتو التنين عملتوا هاي العملة بس بالغلط اسمعوا لقلكو عملتوا العملة بدكوا تتعاقبوا بدي اياكوا تدهنولي هذا الحيط شايفينه؟ هذا الحيط؟ كتير كتير والتكسير اللي عنده بالبيت مش كتير؟ لا ما كانش قصدنا كان قصدكم ولا ما كان قصدكم عملتوا العمل ولازم تتعاقبوا اذا لا غير اشكيكوا لستكوا بكيزة الله راح ارجع بعد ساعتين والاقيه صار مدهون بس ساعتين بس ساعتين وبرجع بعد الساعتين ديروا بالكوا ها هاي الدهان وهاي الفراشة هياني راجعة وحسكوا عينكم ملقوهوش مدهون ها تفضلوا حبايبي ما بحس شو نعمل يعني الله شو نظبط هاي لسه هيك انا خلصها واذا ما خلصوش بساعتين بتقول لتيتا بكيزة هادي 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 طلع 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 عفا هاتي فوزي موزي شو عم بعمل بوحنا احنا مندهن وانتو لا لا احنا مندهن مرحبا عفو عادي مرحبا مرحبا عفو عادي شو عم تعملوا احنا عم ندهن كتير اشي حلو عفو عادي بنفع تعطونا نعمل زيكو لا شو
وانا هيك. طيب عفوا عدي، بينفع بس ندهن مره وحدي وخلاص؟ لا. طب وحياتكم اعطونا ندهن وحياتكم وحياتكم. لا. والله بتعرف شو؟ شو؟ بتعطونا ليره ونخليكم تدهنوا وتنبسطوا. لا ليره. خذي. عفوا هاي لك ليره. هاي لك ليره. شكرا كثير. شكرا. هل بينفع اسال نرشا؟ تفضل. بينفع ندهن؟ تفضل. ما اطيب قلبي. يلا فوزي مازي. لك بعدين الخراف تعال ندهن لسه فوزي مازي. يلا. يا بنات وبنات. حبيت تحكي مع فوزي مازي؟ مندلينا؟ مع توتي؟ بعدين تفوزيكي؟ كل عليك هو تنزلوا تطبيق جديد لفوزي مازي وتوتي، بينفع على الاندرويد وبينفع على الايفون، وتصيروا تتصلوا وتحكوا معنا. الو الو. مرحبا خيتا. ولا مصروخ شو السرعة هاي؟ كيف حالك خيتا؟ الو هلا جاهزي؟ هلا نجحنا. خلينا نيدا قالوا ينبسطوا قاعد. بالاخر احنا اخذنا الليرتين. ايوه ايوه. لفوق وهيك 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 وهيك. عالجنب عالجنب فيه وانا بعد. وهيك وهيك وهيك. بدي تسوي زي خيتا. بس غلط عم تعمل. سوي زي هيك. بالزبط. ايوه ايوه بالزبط. تحت تحت. بس من تحت بنعمل زيك زاك. نعمل زيك زاك زوك زاك زيك زاك زوك. بدي بينفع بينفع تقولي خيتا انا القريت انا القريت. لا فوزي مازي الحيط يا فوزي مازي. لا كمان كمان حط كمان. محسن هنا عفو ادي كيف اعطونا ندهن نرشق الحاره صح؟ يلا كمان كمل. وهيك 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 وهيك. بس بدنا نقول لو تتمشي ترجع للطاوله. وشو كمان مختين ليرتين؟ وهيك وهيك وهيك. ايوه لفوق لفوق عالجنب بعده مش شوي هيك. خلصنا. شكرا عفو عادي انه خليتونا ندهن. عفوا عفوا. شكرا عفو عادي. فيش احسن منكم اصحابنا. انتوا فيش احسن منكم. مرحبا. مرحبا تيتا. برافو عليك دهنتوا للحيط. شاطرين ممتازين انتوا الاثنين. برافو برافو. شكرا. شاطرين. جبت لكم رجعت لكم هاي الطابه اول شيء. شكرا. العفو العفو بيطلع لكم عشانكم دهنتوا للحيط. وهي كمان لكم الكعكه لانكم تعبتوا ودهنتوا للحيط. شكرا شكرا. عفوا عفوا. نعم انا وتوتي دهنا الحيط. احنا تعبنا واحنا نتعبين. كيف يعني يا فوزي مازي وتوتي؟ شو هالحكي؟ كيف يعني ميال فراشي بايديهم؟ يعني كمان كنتوا تاخذوا لنا الطابه يعني والكعكي؟ انت اللي حرام دهنوا الحيط وتعبوا وزبطوه. بس تيتا انا وفوزي مازي تعبنا واحنا ندهن الحيط. شو هالحكي هاد؟ خلص انتوا الاثنين بركوا. قر 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 قر. امشوا وراي على البيت. ولا كعكي امشوا وراي ولا ليرة ولا طابي. راح نعمل حفلة. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.